وشهد المجلس الشعبي الولائي للعاصمة فوضى في التنظيم لسبب راجع إلى ضيق مساحة عملية الانتخابات التي خصصت لهذه الانتخابات بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة. كما نشاهد عبر الصور هناك حالة من التدافع بين النواب هناك أو بين المنتخبين. ولأكثر التفاصيل نربط البث مباشرة مع موفى تلفزيون النهار أحمد مدني إلى المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة. أهلا بك مدني. أهلا زميلتي زهور. طبعا تتواصل عملية تجديد عملية انتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى العاصمة. الأكيد أن العملية بدأت منذ 8 صباحا وتنتهي على الساعة 5 مساء، ومباشرة بعد ذلك هناك هيئة تتكون من 5 قضاة سوف تقوم بعملية وتشرف على عملية الفرز. لمزيد من التفاصيل يحضر كل على يميني السيد عبد الوهاب بن زعيم نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، و على يساري السيد بن شيخ ناصر رئيس بلدية، بن شبي ناصر رئيس بلدية سابق وناخب وعضو بلدي وعضو مجلس بلدي. إذن سيدي بن زعيم أهلا بك. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك توضيح، الأبواب تغلق على الساعة 5 لكن التصويت يستمر، هناك 1254 منتخب ومنتخبة ممكن يستمر للساعات الأولى من الصباح. بالنسبة لعملية التصويت حضور مكثف جدا تاع المنتخبين والمنتخبات، خاصة حزب جبهة التحرير الوطني والأحزاب المدعمة، مع العلم أنه في حزب جبهة التحرير الوطني وفرنا كل الإمكانيات اللازمة من قاعة للصلاة ومن نقل وكذا لكل المنتخبين والمنتخبات لإجراء في ظروف حسنة. بالنسبة لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني تضم 484 منتخب ومنتخبة، وبصفة رسمية في الشهرين الماضيين التحقوا بنا 177 منتخب ومنتخبة بصفة رسمية، منهم 7 رؤساء بلديات. إذا كتلة حزب جبهة التحرير الوطني تضاهي 700 منتخب ومنتخبة وموجودين هنا في القاعة مباشرة، راهم يقوموا بالواجب تاعهم تحت إشراف قضائي تام. بالنسبة للحضور، الحضور راه مكثف، ممكن العملية تاخذ الى ثانية ثالثة صباحا، لكن كل الإجراءات اتخذتها إدارة ولاية الجزائر باش تكون العملية في شفافية وفي وضوح تحت إشراف قضائي. شهدت القاعة منذ قليل بعض الفوضى وتدافع بين الناخبين، ما هو تعليقكم؟ هل يرجع الى سوء التنظيم من طرف الإدارة المحلية؟ لا، هذا حب في مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، كل اللي حوسوا ينتخبوا في اقرب وقت ممكن باش ممكن عندهم اشغال ولا كذا، لكن الاجراءات اتخذت بحيث اعطي لكل منتخب رقم، كل منتخب رقم، وستمر العمليه كل واحد الرقم نتاعو، كل واحد الدور نتاعو. ممكن تاخذ لانه 1254 هناك اقبال كثيف جدا للكل يحوز يدي الدور نتاعو. اذا انا من المنبر هذا نقول لهم الصبر، ثم الصبر، الصبر الصبر مفتاح الفرج، والنصر صبر ساعه، ونتوقعوا ان شاء الله احنا في حزب التحرير الوطني نتوقعوا ان شاء الله انتصار عريض بمعنى الكلمه. إذا لمزيد من التفاصيل على يساري السيد شابي ناصر عضو من منتخب بلدي لزموري البحري برجي البحري عفوا. إذا العملية بدأت، ما هو تعليقكم على صيرورة العملية؟ شكرا. العملية انطلقت في الساعة الأولى وراك تشوف الحماس
اللي راه موجود لدينا عندنا احنا كمنتخبين، نظرا لأهمية هذا الانتخاب ونظرا للتنافس بين الأحزاب، أنا أديت الواجب ديجا تاعي كمنتخب، والأمور راه تسير بصفة عادية وبظاهرة صحية. أنا كحزب جبهة التحرير الوطني، وطبعا انتخبت على حزب جبهة التحرير الوطني على المترشح تاعنا، واللي رانا ننتظروا الانتصار لنا نظرا للأغلبية اللي رانا نشكلوها والأحزاب اللي راه يتساند فينا، وكذلك الناس الملتحقين بالحزب. إذن الانتخابات هذه مهمة، ومهمة جدا لأنها تشكل مؤسسة، أهم مؤسسة من أهم المؤسسات تاع الدولة، خاصة أننا مقبلين على تغيير الدستور، ولهذا لازمنا رجال في المستوى ليكونوا في المجلس الدستوري. شكرا سيدي. إذا تتواصل العملية في جو طبعا هناك شفافية، إلا أن التدافع كما أسلف ذاكرا منذ قليل السيد عبد الوهاب زعيم مرشح الأفلان يرجع إلى حب المنتخبين للانتخاب على جبهة التحرير الوطني. الأصداء والمؤشرات قوية تقول بأن الأفلان سيدخل هذه الانتخابات بثوب المرشح، ولكن الصندوق هو الفيصل وسنوفي أول بأول عند انتهاء هذه العملية. أحمد مداني على هذه التغطية، شكرا جزيلا لك.